شو درس اليوم؟ شو اسمه؟ هو البطل أي صف الرابع؟ شفيع الطلاب على السكرة. إذا أنت وضعتم في هذا المشروع. الله أعلم. اتخذت البداية وحياتي والله. إذا ما حدث أي شيء هنا فهذا بالتأكيد يكون نهاية حل الدولتين. لا نستطيع بعد اليوم الحديث عن دولة متواصلة جغرافيا، فالموضوع جد خطير ويجب على العالم أن يتحرك بسرعة. لا مجال للانتظار، نريد من الأسرة الدولية التحرك الفاعل والعاجل لحماية هذه المنطقة حتى نستطيع القول أن هنالك دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. القرار هو تهجير لسكان هذه المنطقة والاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال وحرم الأطفال من التعليم اللي هو أبسط حق لهؤلاء الأطفال في هذا التجمع البدوي.